مدير فني لنادي النجوم، وايضا النجم كابتن محمد فاروق مدير الكره. كابتن محمد، ازي حضرتك؟ كابتن اسلام، تحياتي ليك، سعيد بوجودي معاك في قناه الاهلي، طبعا قناتنا طبعا طبعا ده بيتك المعبره لكل الاهلاوي. طبعا طبعا كابتن اسلام، وسعيد بيك انت كمان شخصيا، واجهه شريفه جدا. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا محمد. محمد، مباراه صعبه، مباراه مهمه، برضو عايز اسالك حاجه شخصيه وحاجه تخص المباراه. حاجه شخصيه، يعني لماذا قبلت ان تكون مديرا للكره في نادي النجوم؟ هل هي تجربه بالنسبه لك؟ هل انت عندك طموح تعمل ايه خلال الفتره اللي جايه؟ طيب، يعني خليني اقول لك كابتن اسلام، سعيد جدا طبعا بتواجدي في الجهاز الفني، بيكون كابتن رمضان السيد واحد من يعني افضل المدربين المصريين في الوقت الحالي، ويعني واحد من الشخصيات المحترمه جدا طبعا، واللي تخليك تبقى سعيد وانت بتشتغل معاها. خليني اقول لك كمان، يعني استاذ محمد الطويله كرئيس لنادي النجوم وطموحه في الفتره اللي جايه كمان، خصوصا كمان ان بشكل كبير الموقف صعب جدا ويمكن مستحيل بشكل كبير يا كابتن اسلام، يعني بحكم ان في ماتش بكره امام فريق كبير زي الاهلي، وبعد كده في ماتشين او ثلاث ماتشات صعبين برضه امام امبي والمقاصه وبيراميدز، فالامور صعبه في الفتره اللي جايه. لكن الهدف من تواجدي انا وكابتن رمضان بالاخص هو يمكن ان احنا نعمل شكل يحترم بالنسبه للفريق، اعتقد ان هو موجود من ضمن الفرق المحترمه. وانا عايز اقول لك كابتن اسلام، يمكن فريق نجوم يمكن مر بظروف صعبه جدا، ولكن تيجي تبص على مبارياته امام الفرق الكبيره تلاقيها دايما فيها النديه. يعني لما تيجي نتكلم على الدور الاول، يفوز على نادي الزمالك، امام الاسماعيلي هزيمه بصعوبه، امام فريق النادي المصري برضه بصعوبه، امام النادي الاهلي في الدور الاول كانت الامور برضه صعبه، مش بالسهوله اللي ممكن الناس تتخيلها. فبالتالي احنا وجودنا هو ان احنا نفنش الموسم بشكل يحترم لنادي اعتقد ان هو بيحاول يؤدي ما عليه في الدوري الممتاز. لعيبه كمان مهم جدا لازم نوصل الجزئيه دي، يهمها ان الناس كلها تحترمها، لان هم لعيبه على مستوى عالي جدا. فبالتالي ده اللي احنا بنحاول نعمله. اما الموسم الجاي ده بقى فقصه ثانيه، يعني ان شاء الله احنا بنحاول نشتغل عليه من يمكن من بعد ماتش الاهلي ان شاء الله، في امور كتير جدا مع الاتفاق مع استاذ محمد طويل رئيس النادي. طيب كابتن محمد، هي مباراه مهمه جدا زي ما حضرتك عارف، كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه المباراه، كيف تم التحضير من نادي النجوم لهذه المباراه؟ طيب خليني اقول لك ان هي ماتش طبعا امام فريق كبير زي النادي الاهلي، والطموح والدوافع اللي موجوده عند النادي الاهلي يمكن تكون هي الاكبر بالنسبه للمباراه. طبعا النادي الاهلي يهمه الحصول على الثلاث نقاط، يستمر في الصداره، وده يعني ده اكتر حاجه ممكن بتبقى بتقرقنا احنا كفريق نجوم. لكن احنا عندنا برضو الناحيه الثانيه، هنقول ان احنا ما عندناش ضغوط كبيره كابتن اسلام، او الفكره انت عارف طبعا كلاعب كوره لما بتبقى بتلعب وانت وانا سامعك في الانترو بتتكلم، انت مش محتاج حاجه من المباراه اكتر بالزبط. من انت بتلعب بشكل مريح، مرفوع عنك الضغوط، عايز تبين نفسك ان انت فريق كويس ولاعيبه كويسه وتعبر عن نفسك، ويمكن تحصل حتى لو نقول معجزه، يعني الله اعلم. كابتن اسلام، انت كفريق وكنادي بتحترم نفسك وبتحترم وجودك كلعيبه وكمدير فني وكمدير كوره وكرئيس نادي، كل المنظومه كلها بتحترم نفسها في مباراة زي كده، ان انت بتلعب للكرة وبضمير وبشكل كبير، بغض النظر طبعا عن ان مباراة الاهلي زيها زي اي مباراة ثانية موجودة في الدوري الممتاز، هتلعب بنفس الشكل وبنفس الطريقة في سبيل ان انت تحرز ثلاث نقاط. يعني عشان بس الناس تبقى متفاهمة ان احنا بنلعب بشكل كرة قدم، محترفين بيحاولوا يقدموا اقصى حاجة محترمة ليهم في الكورة، فبالتالي ده اللي احنا بنفكر فيه باستمرار. يمكن كابتن رمضان السيد يهمه جدا ان احنا نشتغل بشكل يكون فيه احترافيه في المباراه، وتاثير لفريق النادي الاهلي وامكانياته الكبيره من خلال لاعبين مميزين جدا. يعني ما شاء الله، لما تيجي نتكلم على النادي الاهلي من اول خط الظهر او حراسه المرمى لغايه الفيرود، عندهم مجموعه مميزه جدا، بالاضافه لعوده واحد زي وليد سليمان طبعا لفريق النادي الاهلي. اكيد انت بتعمل حساب لكل لاعب وكل فرد داخل فريق النادي الاهلي يا كابتن اسلام. يعني تمام، يعني شايف ان هي مباراه صعبه، نادي النجوم هيحاول ان هو يؤدي هذه المباراه ويكسب هذه المباراه.
ما فيش شك كابتن اسلام، احنا زي ما بقول لك انت بتحاول تتعامل مع فريق كبير، بتحاول تعمل مباراه بالنسبه لك انت تكون الكل يحترمك فيها بغض النظر عن النتيجه، لكن في الاول في الاخر هم 3 نقاط بيتقاسموا ما بين فرقتين، والافضل والاجهز هو اكيد هو اللي عندك عناصر غايبه يا كابتن محمد. والله بص يا كابتن اسلام، يمكن ماتش الاتحاد احنا كان عندنا عناصر كتيره كانتش موجوده، يعني عناصر كتير، لكن المره دي يمكن كان غايب مثلا خالد رضا موجود دلوقتي، كان عندنا صلاح امين ما كانش موجود النهارده موجود دلوقتي، يمكن عمرو السيسي بس هو اللي كان عنده وقف وبالتالي مش موجود، هو يمكن عمرو السيسي، ويمكن في تجربه انا ممكن اقول لك محمد طويله، يمكن بعد ماتش الاتحاد قررنا كلنا ان احنا نعتمد على مجموعه كبيره من اللاعبين صغار السن داخل النادي. نعم. وده يمكن المنهج اللي جاي في الفتره اللي جايه من خلال المباراه المتبقيه لفريق نجوم المستقبل. يعني نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، يعني جهاز فني محترم ومدير كره محترم، نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن محمد. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، التوفيق لكل الفرق اللي بتجتهد عشان تحقق حاجه لناديها، يعني اكيد طبعا النادي الاهلي يهمه الحصول على بطوله الدوري. شكرا جزيلا يا كابتن محمد. الكابتن محمد فاروق نجم نادي الاهلي السابق ومدير الكره الحالي لفريق النجوم، زي ما قلت لحضراتكم كل